خلينا بقى نروح لاخبار سريعه جدا للنادي الاهلي. النهارده كان في مران بدني للاعبي النادي الاهلي. كل التمرين النهارده الحقيقه او معظم التمرين النهارده كان تمرين بدني. اللعيبه كلها كانت محتاجه هذا التمرين خلال الفتره اللي فاتت، وده شايفينه من خلال التمارين اللي حطتها الحقيقه موسيماني وجهازه الفني، ودي كانت التمرينه النهارده. وزي ما حضراتكم عارفين كل اللي بيحصل ده استعدادا لمباراه الحرس الوطني وبدايه الدوري ان شاء الله، ولكن الحرس الوطني الاول يوم 16، ثم مباراه العوده، ثم بدايه الدوري العام المصري. بكره ان شاء الله راحه من التدريبات بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وتعود التدريبات مره اخرى يوم الاربعاء المقبل، وذلك استعدادا لمواجهه فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 من منافسات دوري ابطال افريقيا.